وصلنا لنهاية حلقتنا، صار وقت نعرف مين الثنائيين اللي تأهلوا للعبة النهائية ومين للأسف رح بيغادرونا بس لأنه ما جمعوا نقاط ولكن رح يبقوا معنا على المسرح. بداية إلي وأنا، كنتوا متعاقدوا جمعتوا 1000 نقطة بس يعني الحظ ما حلفكم لتجمعوا نقاط كافية لتأهلكم للتحدي النهائي. لا 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 بدلكم معنا. ايه بقيت سوري خال، فكرك زعلت خال. وي لاف يو إلي. ربحناكم انتو تقبروني. خليك سيف وسنتيا، رقصتوا انبسطتوا جمعتوا نقاط بس ما كانوا كافيين لحتى اكيد يأهلوكم للتحدي النهائي. انبسطنا شفناكم ورح بضلكم معنا اكيد. اما التحدي النهائي رح يجمع نزار وريما بمواجهة رفيق وباميلا. مين رح يروح بعد ثواني بنشوف؟ يلا النهائي رفيق وباميلا بمواجهة ريما ونزار. انتم معكم 7000 نقطة، رفيق وباميلا معكم 5000 نقطة. بتقرروا مين بيبدا يا ريما؟ أول فريق وثنائي بيسجل 3 طابات بالكباية بنقول مبروك عليك الحلقة والسفرة. يلا. جاهزين؟ يلا. مين ببلش؟ يلا ريما تفضلي. يلا. هلا بدي أحطها هيك وطبعا طبعا بس لحظة. إيه كمل تكونيك، خذي وقتك. لحظة بس. قبل ما تبلشوا. لا ما في وقت، حيدي خلي راحتك بدنا. ايه يلا. بس صعبة. يلا. ما عندك تجارب قبل ما بدك تجربي. اوبا مش مشكلة. لا 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 خلص خلص مرة. تفضلي باميلا يلا. ايه مرة منك مرة منهم. تعي لعنا بليز لو سمحتي. ايه خبيث. شوفي. جيبي كم شطة. شلت. ايه. برا. بدت وطلعت. ايه طلعت برا. يلا نزار. معلش. مهم النية. النية صافية أكيد. إيه كثير صافية. إيه يا رفيق. بس ما يلا رفيق. يلا. يلا رفيق. بس. ريما يلا. بس أرجع حتى. تعال. يلا ريما ركزي. بارك يلا باميلا نزار تعال هون. اه باميلا اوكي. تعبة. الي مين بتشجع من ال باميلا؟ باميلا. يا الله عن جد لحظة. سيف وسنتي انتوا بتشجعوا ريما. ايه لانه هو شجع باميلا. اه طيب اوكي. اوه هلا جرب عليها. قلت لي ايه؟ ثقيلة منا. يلا رفيق. شجع الشيء. هي فكرة انه حتطلع كثير خفيفة. لا لا تركيز خفف شوي، بخفف ايد ضغط بالظبط. انا هي تصرف. جرب عليها. برافو. يس. شو هالرفيق؟ ايوه. بياخذ على رفيق. هلا هي 1-0 هلا، 1-0 للفريق. صاروا هلا بتعدوا 1-1. برافو ريما. يلا باميلا. باميلا 1-1 تعادل فيكي، ضلك محافظة على تقدمك وتصيروا 2-1. يلا بامو. يلا بامو. يلا بامو بامو. يعني إذا مثل الفريزبي. يلا هلا في. برافو. يلا نزار. في تقدم. 2-1. يلا يا نزار. برافو. برافو. في شيء. اوكي لحظة. أنا بقول غيروا الضوء. رفيق. هيدي الطابة الثالثة والحاسمة فيها تكون فينالي. ايه يعني لكم يعني انت وفاميلا فيكم تربحوا، ركز كثير منيح، قطعتوا 5 مراحل، هيدي المرحلة أساسية لتحسموا الحلقة وتربحوا السفرة. 3 2 1 ركز. مبروك رفيق وفاميلا، أكيد حلقة جديدة الأسبوع المقبل بتكون معكم مشاهدينا ومع ضيوف جديد. بنشكر سيف سيتيا إلي مسعد أنا رفيق باميلا ايضا كمان بدي اشكر ريما والشيف نزار. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقه مني انا محمد قايد اطيب التمنيات. الى اللقاء الاسبوع المقبل. باي. ريما ونزار بوجه اكيد المتالق. شو صار؟ شو صار؟
اذا الي مسعد عم يضحك. يلا يلا خلص قطعت خلص قطعت وحياة الله قطعت.